السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن تظاهرات المحاضرين المجانيين في محافظات عراقية مختلفة يطالبون بحقوقهم. هم مظلومون، شريحة تعتقد أنها مظلومة وأنها مهمشة وأنها يضغط عليها من قبل الحكومة بتركهم بلا مقابل، وهم يقومون بعمل مجاني بتعليم أجيال وتخريج أجيال بإمكانها أن تخدم هذا البلد في يوم من الأيام، لكن هم يعانون بسبب التهميش وبسبب عدم توفير الدعم اللازم لهم لإكمال هذه المهنة التي تعتبر واحدة من أهم وأصعب الوظائف الموجودة في كل دول العالم وليس فقط في العراق. طبعا دعونا نتابع بعضا من تظاهراتهم واحتجاجاتهم التي شهدتها محافظات عراقية مختلفة. نبدأ من كربلاء، حيث تظاهر المحاضرون المجانيون أمام مبنى مديرية تربية كربلاء للمطالبة بحقوقهم وبتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية. لنشاهد. ناشدنا بالكتب الرسمية والمخاطبات مرارا وتكرارا لإنصافنا واستحصال حقوقنا المشروعة، ولن نجد ابنا صاغيا بعد أن ظلمنا طيلة السنوات السابقة وبذلنا جهودا جبارة وعظيمة لرفض العملية التربوية وسد النقص الحاصل في مدارس العراق جميعا دون مقابل. ها هنا اليوم نعلن عن نزول إلى الشوارع والساحات للتظاهر السلمي في المحافظات كافة لتحقيق مطالبنا التالية. نطالب الجهات المعنية بالعمل سريعا على إضافة المطالب وإدراجها ضمن موازنة عام 2022، وخلافا لذلك سنلجأ لخطوات تصعيدية أكثر قوة. طبعا يقول وزير التربية علي الدليمي أن عدد المحاضرين المجانيين في عموم العراق يبلغ 205,000 محاضر مجاني بحسب إحصاء رسمي من وزارة التربية. طبعا دعونا الآن نشاهد مشاهدينا الكرام إغلاق محاضري محافظة ذي قار مبنى مديرية التربية احتجاجا على عدم تعيينهم وشمولهم بالقرار رقم 315. مشاهدينا الكرام نكمل عرض هذه المقاطع فيما بعد، لكن الآن نبدأ باستقبال اتصالات ونطرح حقيقة اليوم مجموعة من التساؤلات، من أهمها لماذا هذه الشريحة مهمشة، لماذا شريحة التربويين تعاني في بلد من المفترض أن يدعم هذه الشريحة، وأيضا لماذا دائما تخصص أموال أقل لوزارة التربية من جهات أخرى مثل الميليشيات ومثل وزارة الداخلية والدفاع وغيرها من جهات تستهلك ميزانية الدولة العراقية و تنفق أو يصرف عليها أكثر من 55% بحسب الأرقام الحكومية من ميزانية العراق تنفق على الجهات العسكرية، في حين أن الوظائف التربوية، وزارة التربية، وزارات أخرى مثل الصحة وغيرها
مهمشة تعاني ويعاني المواطن العراقي، وهو طبعا الأهم، الطرف الأهم في هذه المعادلة، هو الذي يعاني، لأن في النهاية الوزير غير مكترث طبعا، وأكبر دليل أنه هو جزء من عملية تهميش شريحة المحاضرين المجانيين. نبدأ باستقبال اتصالات. معنا السيد كرار من الناصرية، تفضل يا كرار، حياك الله. نعم أستاذ، أولاً تحية لك للقناة جمهور الفضائية وكل هذا القناة راسلين. حياك. أولاً مدار من الوزارات الخدمية واللي هي كل حقوق ما عليها صراحة. بالنسبة إلى لو تجي الباوع اللي وزارة التربية، كوزارة التربية هي يعني تعلم من يطلع من عندها البرلماني والطبيب والدكتور من تعديل المدرس، بالتالي تجي المدرس ما على كل امتيازات، ما على كل حقوق، ما على كل ضمان يعني بحياته، يعني انت تروح على احنا كناشطين في عموم العراق وفي عموم المحافظات نتجول على مود تعمل مبادره اللي هي راح تنفذ بعد كم يوم على نزور المدارس نوزع كتب على فيا استاذ. تجي المدارس تلقى المطايات، تلقى امام المدارس المكب للمطايات، تلقى اللي تدخل المدارس الرحلات للطالب ما عليها كل يعني مثل ما تقول رحلات جيده مثل ما تقول تعليم، نشوف الدول وين وصلت، صار التعليم كله الكتروني وتعليم على شاشات ذكيه، احنا لا نفتقر لهاي المواصفات اللي هي عندنا، السبوره بعد يعني مثل ما تقول رحلات يعني غير صالحه يعني من تجديد التواليت. سيد كرار مشاكل المدارس في العراق هي قضيه كبيره بالفعل، وهناك إهمال للمدارس، للأبنية، للخدمات التي توفر أو يجب أن تتوفر في هذه المدارس. لكن اليوم الحديث بالأخص عن المحاضر، عن التدريسي، عن المعلم، هذا الذي اليوم يعلم أجيال، ومن المفروض أن يخرج أجيال أو تتخرج أجيال تحت يديه، وهو لا يملك أجرة طريق. يوم أمس عرضنا مقطعاً لإحدى الخريجات وهي محاضرة مجانية، قامت بإحراق شهادتها ولباس التخرج، وقالت بأن الطالب أحسن مني، الطالب على الأقل يمكن يكون في جيبه 1000 دينار، أنا ما عندي. لماذا وصل حال التدريسيين أو المحاضرين المجانيين اليوم أو المحاضرين بشكل عام في العراق إلى هذا المستوى؟ نعم استاذ، هذا شغل متعمد، هو مو المحاضري، هو التدريسي اللي هو متعين بالملاك الدائم. نعم. تدري شو وقت يطي الله ينصرف لراتبه؟ تدري رواتبهم التدريسيين اقل من اقل راتب من راتب المهندس ومن راتب الطبيب ومن راتب اللي يشتغل بالنفط ومن راتب البرلماني. نعم. هذول رواتب هذول العمالات الدائم، فكيف تجي للمحاضرين تريد يوصفون لهم رواتب؟ تجي كل راتب مال التدريسي يعني العمالات الدائم ما يعطونه له مثل يوم 20 لو يوم 25 يعطونه. نعم. كل بدايه شهر يعني يطول حد ما ينتهي الشهر، يعني يستلم الموظف ويستلم المهندس ويستلم الطبيب ويستلم الدكتور ويستلم حتى يطول النظر التدريس. هاي شنو يعني اكيد متقصده، يعني متقصده لاذلال هذا اللي يرب الاجيال، اذلال خاطر يخلونه بهو الخضوع، خاطر يعني شوف الحاله اللي جاي يسوونها يعني السياسيين يعني متقصدين، ولا ربما هذا تدريسي يعني هذا هو اللي قلت لك بدايه كلامي، قلت لك هذا هو اللي يطلع من عند البرلماني ويطلع من عند الصحفي ويطلع من عند الدكتور ويطلع من عند المحامي ويطلع من عند القاضي، يعني هذا مربي اجيال، يعني في كل دول العالم تشوف التدريسي هم رئيس البلد وهم اللي ناس اللي زينين وهم الناس اللي، بس عندنا بالعراق لا، تجي تحكي التدريسي بان هم يعاملونه غير معامله، اجوره ما يعطونها له احتمال كافي مثل المحاضرين، تجي التدريسي اللي هو على الملاك الدائم قلت لك رواتب متاخره ورواتبهم بالاضافه لا قليله، فيضطر المدرس يدرس المدرسه اهلي راتب اجوره 200,000 خاطر يشد نقص اللي هو عنده اللي هو بالبيت. بينما هاي شنو يعني هاي مقصدينها. شكرا يا سيد كرار. نعم وصلت الفكرة، أشكرك كرار من الناصرية. ويانا سيد أبو أحمد من الرمادي، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي العزيز، بالنسبة للموضوع الحلقة نعم. يعني اللي فهمت أن موضوع الوضع الحالي الموجود المعض المعيشي أو لا اللي افتهمت يمكن غلط. سيد أبو أحمد، اليوم الموضوع مالتنا عن المحاضرين المجانيين. نعم محاضرين. اليوم القضية، هناك تظاهرات في محافظات عراقية مختلفة، أكثر من 205,000 بحسب وزير التربية محاضرين موجودين في العراق في كل المحافظات يعانون بلا رواتب، بلا تطبيق قانون 315 عليهم اللي هو المفروض يخليهم مثلهم مثل باقي موظفي الدولة، لهم امتيازات، لهم رواتب، لهم قطع أرض توزع لهم، منح وغيرها.
هم مهمشون، لماذا تتعمد السلطة مثل ما قال السيد كرار محاربة هذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي؟ نعم أخوي العزيز أشكرك على التوضيح شوية. الله يسلمك ولا يهمك، تفضل. بالنسبة للموضوع الناس المحاضرين، نعم، هو موضوع طبعا ميؤوس من عنده من فترة، يعني مو بالسنة هاي، يعني من بعض سنوات. يعني عندي أنا أولاد عمي اثنين، نعم، هم محاضرين يعني لحد هذا اليوم، يعني أكثر السنوات اللي قضوها دوام يعني بدون مجاني. لكن الوضع الحالي اللي موجود بالعراق هو وضع يعني وضع متعمد. يعني أنت تشوف وضع التدريس العام كاملا. ليش متعمد يا أبو أحمد برأيك؟ هو الإفشاء طبعا أخي العزيز، هي شيء واضح طبعا، لإفشال الكادر التدريسي، لإهمال الطلاب، لإنزال يعني طحال الوضع التدريسي بالعراق، يعني إفشال الدراسة أو نقول الشهادة اللي يعني مستقبل أكثر ماكو. الموضوع أنت عندك حكومة، الحكومة هي أصلاً هي بدون شهادات، يعني أنت دا أشوف هسه الموظفين اللي موجودين في داخل الوزارات بدون شهادة. عندك الحكومة هي كذلك، أكثر الناس هسه رؤساء الأحزاب هم بدون شهادة، اللي مرشحين الانتخابات بدون شهادة. إذا أنت شلون يعني تريد من هاي الدولة تبني لك حضارة أو تبني لك موضوع يعني تهتم بالمحاضرين أو غير المحاضرين؟ أنت هذا الشريحة مظلومة، طبعا هي مظلومة مو اليوم البارح، مظلومة كم سنة. هل إنه حكومة راح تهيئ أو موجود عندهم تحرك لهذا الاتجاه؟ لا، حتى لو يظاهرون ليل ونهار ماكو، لأنه شيء متعمد لإفشال هاي الشريحة وغيرها، لإنهاء الوضع التدريسي اللي موجود بالبلاد. فإحنا يا أخوي العزيز إحنا الوضع بالبلد إلا مسيء إلى أسوأ، وإنت دا شوف جاي تحاربون اليوم على الكراسي على نتائج الانتخابات، ووضع يعني مأساوي. شبه مأساوي، الدراسة، المدارس ماكو، رحل ماكو، يعني جسور، يعني جسور اللي الطلاب تعبر ما موجودة، يعني وسائل نقل للطلاب ما موجودة. كيف إذا هاي الطلاب ما موجودة كيف أنه راح يجهزون للمحاضرين أو رواتب؟ طيب، أو غير رواتب. أشكرك يا سيد أبو أحمد من الرمادي، شكرا لك للمشاركة. ويانا سيد أبو أحمد أيضا، لكن هذه المرة من كربلاء، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم أبو جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعيد الأخ أبو أحمد من الرمادي. أي هذا أي مؤامرة على العراق، مؤامرة على الشعب العراقي. نعم. خش يعني تدري أول ما احتل العراق 630 مدرسة فليشن بالعراق، تذكر برا 32. نعم. وإذا مش موجودات يمنا فلشوهن وصبوهن هيك بس بتلو. منو اللي يقود هذه المؤامرة يا أبو أحمد برأيك؟ أبو أحمد للأسف فقدنا الاتصال. نرجو من السيد أبو أحمد أنه يعاود الاتصال بنا مرة أخرى. طيب خلينا نشوف مقطع من محافظة ميسان، وهناك محاضرون مجانيون يتظاهرون أمام مديرية تربية المحافظة للمطالبة بتفعيل سلم الرواتب وفق القرار 315. مشاهدينا الكرام، يعاود السيد أبو أحمد من كربلاء الاتصال مرة أخرى، حياك الله يا أبو أحمد، تفضل. أخوي يعني وصل الاتصال وياك، قاعد تسمعني؟ وياك أسمع أبو أحمد، تفضل. أنا في كربلاء 32 مدرسة فلشن. نعم، أنا سألتك يا أبو أحمد
قلت لك من الذي برأيك يقود المؤامرة ضد العراق ولمحاربة التعليم في العراق؟ أمريكا، أمريكا وإيران وعملائها نفذوها بالعراق. نعم. يعني إحنا مدارس العتبة عندنا، عندنا مدرسة الوارث، لكن اليوم إحنا للوارث أخذت بنتي ورحت. أي. القياميت هي يومها تبكي بالباب، جايبة 95 ما يدخلها، يدخلها بال 85 86 87 ياخذ منها 20 مليون، وهذا ابنها دفع 13 مليون. نعم. يعني انت شوف هاي المدرسة مع الوارث ابني تابع للعتبة. باوع لي المستوى ليس كل الإيران. يعني يعني يا ابو احمد حتى وهي جايبه محدد وهي دافعه فلوس قال الشاب العراقي والطفل العراقي من يكبر محشش فرد نوم، شو يقولون يصدق؟ ما يعرف كل شيء، هذا خطيه، شو يقولون هذي؟ نعم. فنهو التعليم بالعراق واللي العده راح للمدرسه الاهليه. بس انا ابني درس فوق صف خامس بتعرف القافل من نون اسمه ما يعرف كتبه. التعليم اللي بنحكم كله منهم المستشفيات نهاها. ليش فتحوا عندنا الكفيل بعد عين الكفيل اول ما طب ال 52 يعني المؤسسات ابو احمد كل شيء ما بيها. السيد ابو احمد ابو احمد تسمعني؟ لا اللي تفضلت به حضرتك يرتبط بالمرجعية، مرجعية النجف اللي تفضلت بها. نعم الكفيل وهذه المدرسة اللي تفضلت بها قبل قليل بحسب كلامك اللي تابع العتبة هذه جهات مرتبطة بالمرجعية. يعني هل تقول بمعنى كلامك معنى كلامك أنه هذه الجهات الدينية لديها يد مستفيدة بالقطاع التعليمي والقطاع الصحي وغيرها؟ نعم نعم. قد تكون جزء من محاربة التعليم والصحة في العراق حتى يوجهون الناس للخاص. نعم. لا شنو مدرسة السفير، مدرسة الكثير، مدرسة البنين، مدرسة هذا اللي علمنا هذا كل إلهم. الجامعات كلها إلهم. نعم. خليجي واحد ينافرني، خليجي يطلع وأنا أوديه. شكرا يا ابو احمد من كربلاء، وصلت الرساله والفكره. اشكرك حضرتك للمشاركه ويانا سيد ابو مصطفى من المثنى، تفضل يا ابو مصطفى. السلام عليكم، تحياتيكم مساق الموقره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حابب اني اشارك وياكم بهذا الموضوع بالنسبه للتعليم تفضل وسوء التعليم بالعراق حقيقه. نعم. تاخذ مآخذ صراحه يعني سلبيه وانخفاض بالمستوى التدريسي والتعليم بالعراق والتربية، واللي لو ننظر انه من المستفيد من هذه العملية باكملها نجدهم هم اغلبيتهم المتخلفين والرجعيين والمؤسسات الدينية يعني بالدرجة الاولى. يعني من اجل المؤسسة الدينية هي الان تقوم بتخريب التعلم لاسباب كثيرة. اول سبب لكي يجعلون هذا الشعب متخلف غير ذو عقلية متفتحة متنورة، والشيء الثاني من أجل الكسب المادي وكسب الكاكين اللي موجودة لهم حقيقة. يعني شعب إذا وحى ما اللي تفضلت به أبو مصطفى، لكن أليس من المفترض أن هناك دولة، هناك حكومة نقصد، بغض النظر إن كانت هناك جهات دينية تسعى للاستفادة المادية عن طريق إنشاء بناء مدارس أهلية أو مستشفيات أو غيرها أو جامعات، لكن أين دور الحكومة في الحفاظ على الكوادر التدريسية، دعم المحاضرين، دعم المدارس والمستشفيات الحكومية؟ بالنهاية وإن كانت هناك جهات تسعى للمكاسب الخاصة عن طريق إنشاء مستشفى أو مدرسة أو غيرها، لكن أين القطاع الحكومي؟ لماذا يهمل بهذه الطريقة؟ العفو عزيزي، القطاع الحكومي والحكومة هي أصلا مولودة من رحم هذه المجتمعات والمؤسسات الدينية. فمن غير المعقول ولا المقبول أن تقوم هذه الحكومة
بكسر شوكة المؤسسات الدينية وتقوم بانتفاضة من أجل دحض هذه العملية. فهي أصلا موجودة من رقم هذه المؤسسات الدينية ومن رقم هذه المجاميع والأحزاب الفاشلة الدينية الموجودة الآن. فمن غير المعقول أنه تكون مقاومتها. فبالتالي هذه تسقط هذه الحكومة. يعني هي حكومة عبارة عن حتى وإن كانت بالمسمى أنها مدنية أو يعني ليبرالية، لكن من يقوم بتدوير هذه الحكومة وبحركة هذه الحكومة هي الأحزاب اللي موجودة الآن. وكما ترون الآن الانتخابات صار 40 يوم والوضع والخسرانية اللي هم الأحزاب الإسلامية لحد الآن متسلطين على الوضع الراهن. مستحيل انه تقوم او تنتفض هذه الحكومه او غيرها. لان لا حول لها ولا قوه بصراحه. طيب اشكر حضرتك يا سيد ابو مصطفى من المثنى للمشاركه، وهذا كلام مهم للغايه طبعا. نستمع لراي السيد صباح من بغداد. تفضل يا صباح، حياك الله. استاذ محمد اهلا وسهلا. بالنسبه للمحاضرين اللي جاي يعانون صار لهم سنين واللي اهلهم تعبهم عليهم ودرسهم وتخرجهم وهسه حاليا يعطون محاضرات بالمجان، ليش؟ هو العراق فقير، ما عندنا ميزانيه احنا في سبيل تعطيهم رواتب مجزيه لهم او تعينهم. يعني احنا نعرف صار 7 سنوات كل الوزارات ما جاي تعين، لا الماليه، وزاره الماليه تعطي درجات تخصيصيه ولا حتى التخطيط جاي يخطط وزاره التخطيط تخلي لهم برنامج في سبيل يتعينون. نعم. يعني يعينوا لي بالحشد والميليشيات هاي الولائيه ياخذون الدرجات. واكو معلومات ان الوزارات كلها اكو شيء اسمه الدرجات التعويضيه مال المتقاعدين والمتوفين والمفصولين. يعني هاي الدرجات تصعد للوزاره، يعني احنا كل سنه ايش قد يطلعوا الناس احاله على التقاعد او يتوفى الشخص او يستقيل او ينفصل، يعني هاي بالالاف. كل تربيه في الأقضية والمحافظات عندها درجات تعويضية آلاف مؤلفة. زين ليش متعينون على ضوائها؟ يعني هاي موجودة الدرجة أساسا، ليش متعينون عليها مثل ما كانوا يعينون قبل هاي 7 سنوات يسموها درجات تعويضية من كان يسرقون بها محمد تميم وغيره دولة اللي كانوا على وزارة التربية. فحاليا دولة شنو ذنبهم؟ هم عندهم عوائل وهاي، لكن ما حد يفكر بيهم. سيد صباح، من 2019 أقر البرلمان قرار 315 اللي هو يقول بأنه المحاضرين المجانيين أصحاب الأجر اليومي دولة يصبحون مثل الموظف الحكومي، إلى من حقه يأخذ سلفة، من حقه يطلع دورة تدريبية، إلى مخصصات إذا وزعوا قطع أراضي ينشمل، وغيرها من هذه الامتيازات اللي حصلها الموظف في القطاع العام. هذا من 2019 لغاية اليوم مجرد حبر على ورق، وحيجي برلمان جديد والموضوع بعده حبر على ورق. متى سيبقى الموضوع أو متى ستبقى هذه القرارات والقوانين ضمن أدراج البرلمان والبرلمانيين؟ شو وقت تتفعل؟ ليش ما يفعلوها؟ استاذ محمد، احنا البرلمان من الشكل لحد الان اي قرار يصب بمصلحه المواطن العراقي ماكو، يعني ما فرحهم المواطن العراقي باي قرارات سواء 315 او اي شيء، او القطع الاراضي اللي يحكون به لكل المواطنين، كل مواطن ما عنده ملك يطوه، كلها كذب، حبر على ورق، قرارات يعني فاشله وما لها تطبيق على واقع الحال. يعني 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 المفروض بيهم يخصص لهم نص راتب يرضون به. شنو مجان؟ مو عيب يعني يجي خريج كليه يداوم مدرسه او كليه او اعداديه من الصبح لنهايه الدوام ويعطي محاضرات ودروس وبالاخير بدون مجاني ببلاش. يعني مدير التربيه، مدير القسم، وكيل الوزير، مدراء العامين بالتربيه، الوزير نفسه، يعني ما تستحي من نفسك هذا شنو تشتغل عليه ببلاش؟ يعني مع العلم هذا يكون يعني شهادته حقيقيه، مو مثل شهاده الوزراء والبرلمانيين كلها شهادات من لبنان ومن ايران ومن ما ادري مين يجيبوها ماجستير ودكتوراه، كلها كذب كذب. وتشوف منطقهم ما عندهم لا صدق، لا عندهم امانه، لا عندهم فاسدين. يعني هذه المشكله المفروض حلها باسرع وقت. المفروض رئيس البرلمان ورئيس الجمهوريه ووزير رئيس الوزراء المفروض يحلون هاي المشكله ويخلون الناس كف عن التظاهر بشوارع. يعني كلهم خريجين واصحاب شهادات، يعني اشرف من كل البرلمانيين السياسيين السنه والشيعه. ذول يعلمون اجيال.
يعني بس هم ما يريدون احد يعلم الاجيال، يريدون هاي تبقى نسبه الاميه والفقر والجهل وما حد يعرف يقرا ويكتب، يريدون مثلهم مثل مستواهم، لا شهاده ولا علم ولا اي شيء، مثل الكراب محمد الكربولي وغيره. اشكر حضرتك يا صباح من بغداد، ويانا السيد ابو عمر من بغداد، تفضل يا ابو عمر. حياك الله استاذ محمد. الله يسلمك، حياك. وحيا الله قناه الرافدين وحيا الله مشاهديها. اهلا وسهلا يا ابو عمر، تفضل. حياك الله. استاذ محمد، احنا المحاضرين المجانيين او بعض الفئه اللي موجوده عندنا بالعراق من 2003 ولحد الان، عندنا المحاضرين يعني بصوره بشكل عام موضوعكم لهذا اليوم. اي نعم. محاضرين استاذ يعني هم يعني نقدر تعبوا ناس تعبوا على نفسهم، فالشعوب العالم والشعوب يعني كل العالم الناس بعلمها وبثقافتها وبرجالها يعني هم يكونون المستقبل، ومن عندها تطلع ناس مفكرين ذات عقول خيره، ذات يعني ناس عباقره، ناس لهم بيهم العلم يعني يتعلم الاجيال اللي يتعلمهم. فالناس اللي عندنا هسه بالعراق من المحافظين او المدرسين للاسف حكومه سلطه الاحزاب هذه الامور يعني مستثنتها نهائيا يعني من القائمه اللي عندهم هم الخطه اللي قاعدين يمشون بها. هذا كل سببه تخلفه للشعب مقصود انه يوصل مرحله بحيث انه بما اللي قاعدين يقاتلون يعني وتثبيت عقودهم الى الملاك او من هاي الامور حتى يأيدون، لانه البقيه من عندهم انه ما ناس انه يوصلون الى تثبيت عقود ما يحصلون على اي شيء، والشهادات العليا لناس تخرجت. يعني سيد ابو عمر، وصل الحال بالبعض من المحاضرين المجانيين ان يوصل بهم الحال انه يقولون نادمون على اتخاذنا قرار الانضمام لكليه التربيه، لانه اليوم بعض الطلبة أو قد يكون كثير من الطلبة حالهم أحسن من حال المحاضر، أحسن من حال معلمهم. يعني اليوم لما نسمع رأي الناس يقولون بأنه هذه محاربة، طيب يعني الحكومة دا تحارب هذه الشريحة، كيف تريد بناء هذا البلد إذن؟ استاذ محمد طبعا اكيد من تحارب هاي الشريحه، يعني الناس اللي تعبت على نفسها وجهدها وعوائلها كيف وصلتها، لانه عندهم طموح يعني للشعب، يعني مو لنفسهم فقط، لا للشعب، كافه الشعب العراقي، يعني بحيث انه تقدمه. المفروض حكومه او حكومه الكاظميه او حكومه يسمى بها حكومه العراقيه تكيف وتفتخر لانه ناس اكو عندها في ظروف هذه، في ظروف القتل والتهجير وظروف الحرمان المواطن من الحكومه العراقيه، يعني اكو ناس تجتهد تكافح من اجل اللي يصير لها وطن. فنظره الحكومه لذولا للاسف هي ما تقدمهم اي شيء ولا توصلهم اي شيء، فالحكومه هي متعمده انه تاذي الشعب العراقي وتخلي الى مرحله بحيث يئس كافه الطلبه وكافه المحاضرين والاساتذه مع احتراماتي لهم، يعني ما يصير عندهم لا مستقبل ولا يصير عندهم رفاهيه ولا يعني جيل جديد يتخرجون. هذول الناس اللي تعبوا عن نفسهم للاسف الحكومه بس متهيه بالقتل والتسليم وسرقه اموال العراق، هذا الاستاذ بيها. لكن هاي الامور يعني كل 2003 ما شفنا انه اي تقدم واي نظر لهذه الطبقه، يعني كثره الطبقات، يعني سواء الناس اللي قاعد هسه يطالبون بشهاداتهم او نتباتهم على الملاك المحاضرين، يعني للاسف هذول قدوه العراق. يعني لو اكو حكومه عندنا ضابطه وتحب هاي الطبقه، اذا كان وصلتها، اذا كان دعمتها معنويا وماديا وسوت لهم مدارس، انشات لهم، لكن للاسف ما قاعد تسوي لهم اي صوت، قاعد تقمع بهم وتضربهم وتقتل، يعني في بغداد وكافه المحافظات اللي قاعد ننشرها، يعني هسه حال حتى بربيل بالناصريه، يعني كل محافظاتنا، يعني يا حكومه ليمتى احنا نظل هيك على هذا الحال؟ يعني 18 سنه كافي خراب تدمير البلد، هذول الناس يعني ما رايدين. اشكرك يا ابو عمر من بغداد، شكرا جزيلا لك للمشاركه. السيد ابو علي من لندن، تفضل يا ابو علي. يلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ما أعرف الله يسلمك. هذول المحاضرين أو المدرسين جاي يدرسون ببلاش، أي سألهم أشهر ما لهم رواتب. نعم. فالأخ يقول ماكو حكومة. هو وينكو حكومة؟ المالكي راتبه مليون دولار، لحد الآن يأخذ راتب مليون دولار بالشهر، وهذا المدرس ها اللي يسوى عشيرة المالكي. زين؟ ما أعرف. طيب. إلى متى هذا الشعب ساكت على الطغيان؟ طبعاً بس ملاحظة حتى لا تؤخذ بشكل سلبي أو بشكل سيء، بغض النظر هو ينتمي إلى عشيرة، لكن هو المشكلة بشخصه هو، يعني حتى لا يكون الحديث بالعموم. أبو علي، اليوم آراء من ناس يقولون بأنه الحكومة ضعيفة بسبب أن الأحزاب الدينية أو غير الدينية موجودة في هذه الحكومة، لديها مشاريع خاصة من جامعات، من مستشفيات، من مدارس وغيرها، منتفعة من هذه المشاريع، وبالتالي ليس من مصلحتها أن الحكومة تنمي قطاعات الدولة الحكومية، المدارس، الجامعات، المستشفيات وغيرها. فالحكومة راضخة لهذه الأحزاب، وهي الأحزاب طبعا كلها، كل الأحزاب الموجودة في هذه العملية السياسية لديها استفادات مادية. الحكومة القادمة التي ستتشكل من أحزاب أيضا، من نفس الأحزاب، هل ستغير من الحقيقة، من الواقع الموجود؟ كل شيء ما تغير، نفس الوجوه، كل شيء ما يتغيرون. كل شيء ما يتغيرون. هم طبعا مستفادين، لأنه كلها مدارس برايفت. ها. نعم. مستشفيات خاصة، مدارس خاصة، جامعات خاصة. الحكومة ما جت، بويا مو حكومة، هاي عصابات ما راح تبني مدارس ولا راح تبني جامعات ولا راح تبني مستشفيات. نعم. مستشفى النجف، بالنجف أكو مستشفى صار لها 7 سنوات خلصانة. مستشفى الألمانية يسموها. نعم. حي الجزيرة بالنجف صار لها 7 سنوات خلصانة من داية، ليش ما تفتحوها؟ بس مستفادين أخي، وكلاء المرجعيات وهاي العمائم مستفادة بهاي المهزلة. كل شيء ما يسوون. راح تجي هاي الحكومة، من هاي الحكومة راح يجي شكلها؟ ها؟ من راح يجي شكلها؟ مقتدى يشكلها؟ تيار الصدري؟ مهم نفسهم صار لهم 18 سنة بهاي الحكومة. سووا ليه يتأملون خير من هاي العصابات؟ أخي هاي العصابات لازم تنتهي. العراق إذا يريد يصير ازدهار، هذول كلهم شلع قلع والقالها وياهم، يعني مقتداهم. نعم نعم. يا الله العراق يصير، وإلا ذولا انسى كل شيء يسوون. شكراً يا أبو علي. شكراً يا أبو علي من لندن. السيد أبو أحمد من البصرة، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا أبو أحمد نصي صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف فقط. إن شاء الله حبيبي. تسمعني أسيه؟ أسمعك، حياك الله، تفضل. تحياتي لك. أهلا بيك. بالنسبة نعم أبو أحمد، أسمعك. السيد أبو أحمد، أخي العزيز، تسمعني؟ أسمعك، تفضل. بالنسبة للحكومة، حكومة الكاظمي اليوم ما مشتركة بها الأحزاب، كل الأحزاب مشتركة بها هي أحزاب كردستان وأحزاب سنية وقسم من الأحزاب الشيعية. ثم الحكومة الجاية من المستحيل من المستحيل تشكل، إذا ما تشكل على أيادي الأحزاب. أولا حكومة ما تشكل إذا ما موجودة أحزاب كردستان، ما تشكل حكومة إذا ما بيها أحزاب سنية، ما تشكل الحكومة إذا ما بها أحزاب شيعية. طيب أخي العزيز، هذا الشيء بعد يعني ما من المستحيل يخلص من عند الشعب العراقي. نعم. إيوه، هذا واقع الحال أخي العزيز، هذا واقع الحال. يعني اليوم احنا بس أريد رأيك. للأسف قطع الاتصال. نعم كلامك صحيح يا أبو أحمد، لكن بعدك ما دخلت اليوم ويانا بالموضوع. أرجو منه يعاود الاتصال مرة أخرى السيد أبو أحمد من البصرة حتى يعطينا رأيه بموضوع اليوم وقضية اليوم، المحاضرين المجانيين 205,000 بحسب وزير التربية. هذا الحديث يعني هذه الأرقام طبعا قابلة للزيادة في ظل عدد الخريجين السنوي، وهذا الموضوع يفاقم من معاناة هذه الشريحة الكبيرة التي تقدم ولا تأخذ، يعني لا يوجد إنصاف
بالتعامل معهم لأنهم يقدمون عمل وفي المقابل لا يحصلون على أجر، وهذه طبعا كارثة، لأنه كيف يمكن لهذا الشخص الملتزم بدوام، الملتزم بعمل بساعات معينة، أن يحظى بحياة يعني من الناحية الاقتصادية يستطيع العيش في سبيل دعم نفسه أو عائلته بغض النظر، لكن كيف يمكن له أن يحصل على أو يقدم عمل بلا مقابل؟ ويانا سيد أبو أحمد من البصرة، تفضل. حبيبي عدت لك بالاتصال. تفضل يا أبو أحمد. أخي العزيز. نعم. يعني اليوم إذا شكلت حكومة قلت لك من غير هذه الطوائف الثلاثة ما تشكل حكومة إطلاقا. طيب هذا الموضوع، يعني اليوم هذا أنت الموضوع ما تقدر، أنت ما تقدر أخي العزيز، أنت ما تقدر، أنت ما تقدر تعزل، أعطينا مجال أخي العزيز. أنت ما تقدر تعزل اليوم العراق هو متكون على الأغلبية ثلاث طوائف. أنت ما تقدر تعزل السنة ولا تقدر تعزل الشيعة ولا الكرد، هذا من المستحيل، وهذا اتفاقية موجودة بين هذه هذا الكلام أبو أحمد، وهذه الأحزاب اللي موجود. سيد أبو أحمد، هذا الكلام اللي حضرتك تتفضل به، اللي حضرتك تتفضل به، يعرفه القاصي والداني، يعرف الطفل العراقي والشيبة الكبيرة. احنا اليوم موضوعنا يمكن حضرتك اكيد شاهدت موضوعنا المحاضرين المجانيين. اليوم هذه الشريحه نراهم يتظاهرون، موجودين في البصره، موجودين في كربلاء، في النجف، بغداد، كثير كل المحافظات العراقيه طبعا، ويقدمون عمل بلا مقابل. نسال الدوله ليش هامله هذه الشريحه اللي تخرج اجيال وتثقف الاطفال وتعلم هذه الاجيال حب الوطن المفروض، العلم، الثقافة وغيرها، لماذا تهمل هذه الشريحة وتحارب؟ أخي العزيز، نعم، اليوم مع كل أسف طبعا أغلبية الحكام اللي حكمون العراق هو يدور مصلحته الخاصة فقط. يعني المفروض هذه الشريحة المفروض تتقدر وتعطي رواتب، واليوم البلد حقيقة موجود به خيرات كلش هواي بالنسبة، يعني النفط اليوم هو صعد سعر النفط، وهذول المفروض أنت تعطيهم رواتبهم يا أخي، هذا حقهم، هذا حقهم، مو أروح أسيبهم بالشوارع أنا، هذا حقهم يا أخي، ناس تعبوا، ناس قاعد يقدمون أجيال يا أخي. هذا من المعقول يعني واحد يعطيهم الرواتب؟ بس حكوماتنا مع كل أسف حكومات فاشلة يا أخي. المشكلة بعد أكو مشكلة ثانية يا أخي، أي يعني أنا تابعت الانتخابات على طول سنتين نفرض، نعم، يعني نطلع شعب العراقي كل رواف تطلع انتخب يا أخي ونصبونا واحد هو ما هو ما دخل بالانتخابات يا أخي، يعني يجي ويتنصب عليك ما نعرف من اللي نصبه يا أخي، اتلف إسرائيل اتلف أمريكا هم ما نعرف يا أخي. نعم. هذه كارثة. هذا تحياتي لك أخي. شكرا يا أبو أحمد من البصرة، أشكر حضرتك للمشاركة. ويانا السيد أبو زهراء من بغداد، تفضل يا أبو زهراء. أي عم تفضل، حياك الله يا أبو زهراء، تفضل. يا أخي الكريم، بالنسبة لهذه الشريحة اللي هم ينطون ويسوون واجب بدون مقابل، يعني بدون يعني الجور، يعني ماذا تفكر بهم الدولة؟ احنا ما عندنا دولة عراقية اصيلة اخويا الكريم. نعم. هذول مجرد تبعية، حشاك تبعية للمجوس الصهاينة. نعم. هذول ما عندهم روح عراقية، ما عندهم روح وطنية، ما عندهم روح يقولون احنا، يعني انت ما تفكر بنفسك، انت يقول له انت يا ادعي نفسك مسؤول، انت ما تفكر بنفسك تقول انا جيت اصرف بالشهر، يعني هذا الجيش صار له كذا سنة أشكل يشتغل بدون أجور، يعني ما تفكر تقول هذا شي يصرف عائلته شي يصرف عليها، أبناء المريض عنده يصير عنده شي يصرف عليها. نعم. لكن كل هذول مقفولة ضمائرهم، مقفولة مقشولة، ما عندهم يعني نوع من الروح الوطنية، روح الأخلاق، روح سيد أبو زهراء. الدول تقام على عدة عوامل من ضمنها القطاع التعليمي، الصحة والتعليم والقضاء طبعا. الأحزاب التي تدعي أنها تريد بناء العراق، وكل انتخابات تقول بأننا سنأتي لبناء العراق ونضع أسس هذه الدولة، لم يقوموا يوما على دعم القطاع التعليمي. دائما نسمع عن المدارس الطينية، أكثر من 2000 مدرسة طينية بالعراق بحسب أرقام وتصريحات حكومية.
المدارس الكرفانية، المدارس المتهالكة، مدارس منشأة وغير مفتتحة، غيرها من هذه الأمور طبعا التي نسمع عنها في العراق. واليوم طبعا شريحة المحاضرين المجانيين الذين يعانون، إذا كانوا هؤلاء صادقين، إذا كانوا صادقين ب يعني رغبتهم ببناء هذا البلد، قطاع التعليم عنصر أساس في بناء كل الدول وليس العراق فقط، لماذا يهمل؟ ألا يدل هذا على كذبهم على سبيل المثال؟ أكيد أخويا الحبيب، أكيد. ما أنا قلت لك والله لو عندهم روح الوطنية ودولة حقيقية من قلب الناس من قلب البلد لما انتخبوا هذول. نعم. هذول عبارة عن كوكبة، عن 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 يعني معلم، هذا معلم أجيال، معلم بداية حتى النهاية. هذا ما يمكن أن يترك هالشكل. يعني ما ممكن لا هو ولا الطبيب ولا بقية العاملين على بناء هذا الوطن وبناء هذا الإنسان. يعني ما هم ماكو أخي كريم، إحنا ما عدنا دولة عراقية ترى، ما عدنا دولة يعني روحها من روح البلد هذا، ما عدنا دولة تفكر بسعادة هذا البلد، ما عدنا دولة حشاك بس مجرد انه تترس ابطونا هاي اللي انتفخت ان شاء الله عن قريب تنفجر. يا ابو اخويا الكريم اشكرك يا سيدي ابو زهراء من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت الفكره. عماد من بغداد، تفضل يا عماد. السيد عماد من بغداد، حياك الله يا عماد. عماد، سيد عماد صوتك غير واضح، تقدر تغير المكان؟ عماد أشكر حضرتك، أرجو منك تعاود الاتصال مرة ثانية، الصوت غير واضح. طيب خلونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام تظاهرة في البصرة لموظفي العقود في وزارة التربية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم في الوزارة وزيادة رواتبهم، لنشاهد. ننتقل من البصرة، نذهب إلى ديالى حيث أيضا تظاهر المحاضرون المجانيون أمام مبنى التربية في محافظة ديالى للمطالبة بشمولهم بقرار 315 وتثبيتهم على الملاك الدائم. مشاهدينا الكرام طبعا نذكر بالقرار 315، هذا القرار في عام 2019 صوت عليه مجلس الوزراء في العراق، ومنح مجلس الوزراء بموجب قرار رقم 315 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود أسوة بموظفي الملاك الدائم، وتقرر شمولهم بتخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت وغيرها من هذه الامتيازات. اللجنة المالية في البرلمان أيضا أكدت عقب إقرار موازنة 2020 أن المحاضرين والإداريين والحرفيين سيتحولون جميعهم إلى عقود. لغاية هذه اللحظة وهذه النقطة لا يوجد تطبيق، والدليل أن هؤلاء لا يزالون يتظاهرون للمطالبة بحق المشروع أقرته الحكومة، ولكن لم تفي بوعودها كعادتها حكومة الاحتلال. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.